وسط تلميحات من قبل قادة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة إلى تغيير دائم في وضع القوة الأوروبية رداً على الهجوم الروسي لأوكرانيا المستمر، أعلن مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN أن الولايات المتحدة تحتفظ ب100,000 جندي في أوروبا في المستقبل القريب لمواجهة التهديدات الروسية. المسؤولون أشاروا إلى إمكانية ازدياد الأرقام مؤقتاً في وقت أجرى الناتو مزيداً من التدريبات العسكرية في المنطقة، وسط توقعات بأن تزيد واشنطن عدد قواعدها في أوروبا إذا تغيرت البيئة الأمنية. ومن المرتقب أن تجري دراسة الخطط العسكرية بعد اجتماع للخميس لقادة جيوش دول الناتو في بروكسل، حيث سيقدم القادة العسكريون التوصيات إلى اجتماع وزراء دفاع الحلف المقرر عقده في حزيران يونيو المقبل وفقاً للمسؤولين الأمريكيين. بدورهما أعربت كل من السويد وفنلندا عن مخاوفهما بشأن أمنهما في الفترة الانتقالية بعد تقديمهما طلب العضوية، وطلبت بعض حلفاء الناتو بتقديم دعم أمني إضافي أثناء بدء العملية. وكانت الولايات المتحدة قد زادت قوتها في أوروبا من نحو 60,000 جندي قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى نحو 100,000 مؤخراً، كما ساهمت بآلاف الجنود في قوة الرد التابعة للناتو والتي تم تفعيلها لأول مرة في تاريخ الحلف في وقت سابق من هذا الربيع.